نكمل هالمحاضرة إن شاء الله. اليوم راح نحكي عن الـ rate of flow. قبل ما نجي على الـ rate of flow بدناخذ في مراجعة سريعة للي درسناه بالأسبوع الماضي. إحنا بالأسبوع الماضي عرفنا درسنا شنو هي الـ intravenous infusion. قلنا هي كل أنواع الـ infusion اللي ياخذها البيشنت دايركتلي تو ذا فين، ماشي؟ فدائما هي يستخدموها وشرحت لكم عنها وكلها اكيد شايفينها انتو، اللي هي الانفيوجن اللي هي نورمال سلاين وادنى الجلوكوز وجلوكوز سلاين دكستروز رينجر، هاي كلها قلنا عليها هي تشمل الاي في انفيوجن. زين، وحكينا عن النسب مالتها وقلنا هاي للحفظ. قلنا تحفظون مثلا نورمال سلاين ان اس يعني 0.9% صوديوم كلورايد، فتعرفون النسب اللي هي مهمه جدا لكم بالحسابات، ماشي؟ فالمفروض انتم هسه حافظيها. فعرفتها هي شنو، واخذنا بعض الامثله، ماشي؟ وبعدين وراها اخذنا الاي في اي في بي اي في بوش، اللي هو شنو الاي في بي؟ من يجاوبني؟ لا دكتورة، الدفعة من الانترفينوس فيوجن يعني نسميها مثل البلس دوز، نعم أضيعت في الدفعة. نعم نعم شو اسمك؟ عبد الملك عمران. دكتورة عبد الملك، نعم ما اسمعك، شنو تقولين؟ راح الصوت. زين، شنو من اسماء الاي في بي؟ شنو عنده هواي اسماء قلنا؟ دكتورة، اي في بي و اي في باش و اي في ستات و اي و بالاس دوز. بولس دوست كل. زين زين، هاي شو وقت تستفاد من عندها غيرك عبد الملك؟ عبد الملك كافي غيرك. بيا حالات دكتورة نستخدم بحالة الطوارئ، emergency condition. نعم بالامرجنسي كونديشن، حالة الطوارئ. نعم نعم كل زين، اي في حالة الطوارئ نستخدمها. وتنطي خلال ايش قد قلنا؟ أقل من دقيقة. Less than 1 minute. Less than 1 minute. نعم كل زين، فأخذنا الأمثلة عليها. هسه اليوم راح نبدي بموضوعنا اللي هو rate of flow، اللي واحنا أخذنا ذاك الأسبوع فات فكرة بسيطة عن rate of flow، يعني احنا ايش قد نضبط السرعة مالت الـ IV infusion، ايش قد نضبط السرعة مالته، وشنو الوحدات مال هاي السرعة اللي هي أكثر من وحدة ممكن إنه نستخدمها حسب السؤال وحسب مطلوب السؤال. نجي إلى rate of flow of intravenous fluids. On medication orders, the physician specify the rate of flow of intravenous fluid in milliliter per minute, drop per minute, amount of drug اللي هي قد تكون بالمليغرام per hour, or more frequently as the approximate duration of time of administration of total volume of infusion. إذا إحنا حسب المديكيشن اوردر اللي هي قد تكون قبله يعني مالت المريض، او قد تكون هي البرسكريبشن نفسها اللي كتب لنا اياها الطبيب، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نعرف شنو الفلورايت، وبيا وحده رايدها، قد يكون رايدها بالمليليتر بير مينيت يعني بالفوليوم بير مينيت، او دروب بير مينيت قطره هم تعتبر فوليوم دروبس بير مينيت، او يرايدها كميات يعني مثلا ملي جرام، هل قد تنطي البيشنت ملي جرام بير اور، يعني يقول لك سوي له المغذي بحيث تنطي مثلا 5 ملي جرام بير اور او بير هاف اور وهكذا، او قد يكون مثلا فوليوم بير يعني بير هل قد تايم، ماشي؟ فإذا هسه الثابت اللي عندنا بالوحدات الريت اوف فلو هو شنو؟ نركز وياي، شنو الثابت عندنا بالوحدات؟ الوقت. الوقت كل زين، شو اسمك؟ مينا واثب. مينا، كل زين، الوقت هو الثابت، يعني اللي دا يتغير هو البسط، دا يتغير هو الجزء الفوق،
يعني قد يكون نل بير مينيت، دروب بير مينيت، amount of drug مثلا مليغرام بير مينيت او بير اور او حسب الوحده، مايكروغرام بير اور. اذا هو الثابت عندنا هو الوقت، لان هي سرعه ريت اوف فلو. ماشي نكمل. Pharmacist may be called on to perform or check rate of flow calculations as though described in the following example of problems in this section. Often times the following equation find to use rate of flow calculation. عندنا هذا القانون، هذا القانون ده يحسب لنا rate of flow هاي إذا أراد بالدروب بير مينيت. إذا أراد بالدروب بير مينيت مباشرة نطبق هذا القانون. فشنو هذا القانون؟ rate of flow in drops per minute يساوي عندنا الفوليوم of infusion بالمل multiplied by the drip set. The drip set يعني كم drop per مل. يعني هذا الدريب سيت يعني هذا الجهاز اللي هي جهاز الإعطاء إيش قد يعني هو إيش قد ينطينا بيرمال، كم دروب بيرمال. فهي تنذكر بالسؤال دريب سيت يعني كم قطرة بالبيرمال. على التايم، على التايم إن كمان يوزج آر ماكرو سيت. عندنا طبعا هذه الدريب سيت عندنا نوعين، عندنا ماكرو سيت وعندنا مايكرو دريب. مايكرو دريب او نسميها ميني دريب. الفرق بيناتهم شنو؟ الماكرو سيت تنطينا 10 15 20 دروب بير مل، يعني بالمل الواحد تقسم لي اياه الى 10 او 15 او 20، يعني تعتبر كبيره هذه ماكرو. زين اما بالنسبه الى المايكرو دريب طلاب او الميني دريب هذه لا، هاي كلش تقسم لي المل الى قطرات بعد اصغر، يعني فش قد تنطينا؟ تنطينا تقريبا 60 دروب بير مل. فهذا هو الفرق اللي بينات الماكرو والمايكرو دروب. نجي ناخذ مثال. An intravenous infusion contain 10 مل of 1 الى 5000 solution of isoproterenol hydrochloride and 500 ml of 5% dextrose injection. At what flow rate should the infusion be administered to provide 5 microgram of isoproterenol hydrochloride per minute? And what time interval will be necessary for administration of entire infusion? نجي هسه نفصل السؤال حتى نفهمه. عندنا البيشنت خالي له مغذي، مغذي ابو 500 مل اللي هو 5% ديكستروز. ماشي هذه 500 مل ضايفين عليها شقد؟ 10 مل من الدواء اللي هو الايزوبروترينول هيدروكلورايد. هذه ال 10 مل من الدواء شقد تركيزها؟ الريشيو مالتها 1 بال 5000. يعني شنو 1 بال 5000 ولا مجاوبني؟ يعني 0.02%؟ لا اسألك حسبي لي اياها، بس قولي لي يعني شنو الواحد وشنو ال 5000؟ واحد غرام بال 5000 من كل زين، 1 غرام بال 5000 مل. ماشي؟ بس المعلومة الثابتة عندنا الانفيوجن عندنا 5% ديكستروز 500 مل، ضفنا له 10 مل من الدواء حقناه يعني بي التركيز مالته هالقد. شو يريد هو هنا؟ يريد الريت اوف فلو، بحيث هذا الريت اوف فلو يضمن لنا انه البيشنت يوصله 5 مايكروغرام من هذا الدواء بالدقيقه الواحده، يوصله 5 مايكروغرام بير مينيت. بعدين المطلب الثاني رايد ايش قد وقت محتاجه البيشنت حتى تخلص كل هاي 500 مل واللي بنصها العشرة، ايش قد الوقت اللي يحتاجه؟ نجي هنا هسه كلها. اول شيء عندنا هاي العشرة مل هذه ايش قد بيها دراج؟ بيها 2 ملي جرام دراج. يعني يسوون حسابات تقول هو 1 جرام
بالخمسة آلاف مل. إذا بالعشرة، إذا بالعشرة مل إيش قد راح يطلع لك فد رقم 0.0002 يعني هي شيء، بعدين تحوله بالجرام، تحوله بعدين إلى المليجرام. فإذا هسه من الحسابات يطلع لنا هاي العشرة مل إيش قد بيها دراج، بيها 2 مليجرام دراج. ماشي، أنا إيش أريد؟ أريد 5 مايكروغرام بير مينيت. نجي نكمل نقول هاي 2 مليغرام دراج إذا حولناها للمايكروغرام، يعني الوحدة عندنا هنا بالمايكروغرام، راح يصير عندنا 2000 مايكروغرام. ار كونتيند ان فوليوم، زين ايش صار الفوليوم الكلي عندنا؟ ما بقى 500، صار 510 لأن احنا ضفنا له 10 مول، فالفوليوم الكلي صار عندنا 510 مول. نجي هنا ايش راح نقول؟ نقول هاي الألفين مايكروغرام موجودة وين؟ موجودة بالخمسمية وعشرة مل. إذا خمسة مايكروغرام مش قد موجودة؟ نسوي حساباتنا، بتكون بهاي الحالة موجودة ب 1.28 مل بير مينيت. بير مينيت يعني ليش احنا قلنا هنا بير مينيت؟ لأن هاي الخمسة مايكروغرام هو يريدها بير مينت، فاحنا هاي الخمسة مايكروغرام زين عرفنا ايش قد يكافئها حجم، فيبقى البير مينت نفسه يعني 1.28 مل بير مينت. هاي طلعنا الريت اوف فلو. زين نجي الى المطلب الثاني، ايش قد وقت نحتاج؟ راح نقول انه 1.28 مل هذه بالدقيقة الوحدة in 1 مينت. زين اذا 510 مل ايش قد نحتاج وقت؟ نحتاج 398 منت، اللي هي تقريبا اذا نحسبها نحولها للساعات تطلع 6 ساعات ونص. يعني نحتاج حتى البيشنت يكمل كل هال 510 مل يحتاج 6 ساعات ومل حتى توصل هاي الكميه اللي هي 5 مايكروغرام بير منت. احد عنده سؤال طلاب؟ اعيده. مفهوم يعني انتو وياي لو مو وياي؟ نعم دكتورة واضح. عيدين دكتورة. عيدة؟ ماشي. سعيدة. اوكي. احنا نرجع على شرح السؤال. البيشنت مالتنا احنا مشكلين مغذي ديكستروز انجكشن 500 مل. وضفنا له الدواء اللي هو ضفنا له 10 مل من هذا الدواء الايزوبروترينول هيدروكلورايد، ضفنا له 10 مل. ماشي، ايش قد تركيز هذا الدواء؟ تركيزه 1 الى 5000، يعني 1 جرام بال 5000 مل. ايش يريد هو بالسؤال؟ يريد الريت اوف فلو. الريت اوف فلو بحيث نجهز المريض ب 5 مايكروغرام من الدواء بير مينيت. زين هذا المطلب الاول. نجي هنا قلنا اول شيء نطلع نقول هاي العشرة مل ايش قد بيها دواء؟ هي تركيزها 1 جرام بال 5000 مل. اذا العشرة مل ايش قد بيها؟ هو هنا مختصرها على اعتبار انه انتم ماخذين هذا الموضوع الريشيو، فطالع ايش قد؟ 2 مليغرام. هاي 2 مليغرام نحولها الى 2000، نحولها الى المايكروغرام تطلع ايش قد؟ 2000 مايكروغرام. هاي وين موجودة الألفين مايكروغرام؟ موجودة بالخمسمية وعشرة مول. ماشي، ما ظل عندنا 500، صار 510. نيجي نقول 2000 مايكروغرام بالخمسمية وعشرة مول. إذا 5 مايكروغرام اللي هي المطلوبة مش قد موجودة مول؟ موجودة بواحد 1.28 مول بير منت الدقيقة الواحدة. هاي خلصنا المطلوب الأول. المطلوب الثاني ايش قد نحتاج وقت حتى تخلص كل هاي 510 مل؟ نقول 1.28 مل بير مينيت. إذا 510 مل تسوي نسبة وتناسب تطلع عندنا 398 مينيت، تقريبا يعني 6 ساعات ونص. هاي هي الإجابة. لسه واضح أني؟ دكتورة ما استعملنا القانون. ما استخدمنا القانون ليش؟ لأنه القانون
هذا القانون يلي إذا أراد the rate of flow بال drop per minute، وهنا ما رايده بال drop per minute، هنا أنا رايده بال mol per minute. تمام دكتورة، فهمت. ماشي، يعني هو هذا القانون أنت تقدر تستخدمه إذا أراد بال drop per minute. زين، بس شنو هنا عندك تقدر هم يعني تستغني عنه، يعني تقدر هم يعني بالنسبة والتناسب تحل السؤال وما عندك أي مشكلة، وإذا تستخدم القانون كيف بعد. نشوف جماعكم الـ FCC إذا عندهم أسئلة. يعني جماعة الـ FCC عندكم أسئلة مفهوم؟ يعني اكتبولي بالشات بليز. ماكو اي استجابة، نو ريسبونس. يلا سكوت علامة الرضا. زين، هسه احنا محاضرتنا كملت طلاب، الريت اوف لو هو كان اخر موضوع عندنا. دكتورة؟ نعم. بس هسه نسيرش على مود القانون، شنو كان جاوبت بس ما سمعت المقطع؟ ايش بيه القانون اني؟ ايش بيه؟ شلون؟ من سئل الطالب قال ليش ما استخدمناه، فبس ما سمعت السؤال عشان شوية فصلنا. ها، لأن القانون هو يعني هذا القانون باعي. القانون شو يقول لك؟ بالدروب بير مول. يعني إذا أراد من عندك الريت أوف فلو بالدروب، العفو بير مينت. إذا أرادها بالدروب بير مينت تستخدمين هذا القانون وتطبقيه. وعندك هاي الأشياء البقية كلها متوفرة. لكن بنفس الوقت هم تقدرين تستغنين عن هذا القانون، ليش؟ تقدرين تسويها بالنسبة والتناسب. هسه السؤال مالتنا مو كله نسبة وتناسب حلينا؟ نقدر تقدرين تطبقين القانون هذا إذا أراد الـ rate of flow بالـ drop per minute. تمام، شكرا. هسه يعني طلاب، إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم هم يعني نقول بش ساعة بالتسعة بالعشرة تريدون الكويز عندنا بهذا الشابتر. يا ساعة تناسبكم. دكتورة بسعيدي، بالنسبة للكويز الأسبوع القادم هو يعني نفس وقت المحاضرة، يا ساعة تناسبكم. دكتورة هو وقت المحاضرة يعني للجروبين؟ إيه إيه كلكم سوا، يعني مثلا نقول بالعشرة. دكتور شلون اقدر اتواصل وياك؟ انا ممثل، شلون اقدر اتواصل وياك؟ اي مود اسوي استفتاء بالقناه وانا اقول لهم وابلغش. بابا احنا ديش مره ما سوينا استفتاء، ديش مره انا قلت لكم بالعشره والكل دخل وماكو مشكله. فاتصور يعني بالعشره يعني مناسب للكل، يعني ما عندهم شيء. ماشي ماشي بالعشره. بس دكتوره اهم شيء يكون مناسب ويا الوقت. نعم اني؟ اقول لك اهم شيء يكون مناسب مع الوقت، لان يعني هسه لحد هسه احنا ما عندنا بس كوزين ترى بالحسابات. بس يكون زين. إيه وهذا الثالث إن شاء الله يخليكم مناسب مع الوقت، يعني عمود الطلاب إن شاء الله. ماشي إن شاء الله، إن شاء الله يكون مناسب مع الوقت. بس أنتوا هم لازمكم تقرون، تركزون زين بالقراية مالتكم. إن شاء الله بال يعني أنا راح أرتب الأسئلة تنزل لكم على الكلاس ساعة بالعشرة، يعني ما ندخل ميت، ما يحتاج لا ندخل ميت ولا ندخل إف سي سي. يعني شلون امتحان الميد رأسا بالعشرة، بس تقول عاد ما تنسون واحد يطلع نايم ما أعرف شنو. أنت ممثل المرحلة ده تحكي وياي؟ إيه إيه دكتور. إيه بعد أنت تقعدهم واحد واحد، يعني بعد ما لي علاقة. أنا بعد أبلغهم على القناة إن شاء الله. إيه فبالأوانية ما نزلكم على الكلاس، نزلكم تذكير على الكلاس همينة على. فبالعشرة إن شاء الله تنزل الأسئلة، هم وقتنا فد 10 أو 12 دقيقة شوف أنا أحدد تكملوا وتسوون سبميت. وان شاء الله ما يعني ما عندنا اي مشكله. ماشي يعني؟ بس يعني قصدي انه هو اسبوع الاخ اكو امتحان مال المؤجلين، فخاف احد يعني عنده في هذا الوقت امتحان. هسه شوف الجدول. تمام. ها شوف الجدول. اي ماشي، شوف الجدول، شوف الطلاب يعني
إذا هاي اكتب لي على الكلاس. ها وياي؟ دكتورة هو يوم امتحانات المؤجلين يوم 11 و12 و13 بالشهر. اي يعني 11 و12 يعني شنو يعني الاثنين ضمنها مو بالله؟ ساندي وماندي وتيوزدي. اي ماندي احنا ماندي احد عنده في هذا اليوم امتحان خاف في هذا الوقت. شو اسمه دكتورة امتحانيين حاسوب اذا اكيد اكيد اكو احد عنده في هذا الوقت امتحان مو صح؟ تقريبا بهم 9 طلاب. زين معناته هو الامتحان يخلص بالعشرة ونص هو بدنا 9 للعشرة ولغاية الساعة 10:30. اي فنقول بالدعش 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 اي خليه بالدعش مو والله دكتور هو بالدعش مو اكو المفروض اي 11:30 من 11:30 عشان نص دعشان لا دكتورة اكو كيمياء عضوية للبي شنو هاي محاضرة؟ اي لازم بدي 10:30 بدي 10:30 ماكو عندي الجروب اي شيء ها يعني بدي 10:30 نخلي ننزل الأسئلة؟ اي لين بدي 10:30 محاضرتك مال الجروب اي فماكو محاضرة فراح يكون بدي 10:30 اوكي لعد اوكي نخليها على 10:30 ان شاء الله ان شاء الله اي هاي لعد بدي 10:30 ان شاء الله تنزل الأسئلة وإذا أكو أي تغيير تبلغني بي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إيه صراحة نزلكم الرابط يعني مالت الحضور. دكتورة. نعم. أنا من جروب الأي عادي حضرت هالمحاضرة ويل بي. بس حضرتي وياهم؟ إيه. من البداية شو ما حكيتي من البداية؟ ممكن تكملين بعدين أقول لك. يلا ممكن يعني. شكرا هسه يعني دقائق وينزلكم الرابط مو دقائق ثواني ينزلكم الرابط هسه جماعة ال LCC يعني نزل لكم هسه جماعة ال NEET ها جماعة الميت يعني نزل لكم هنا طيبة كاتبت لي دكتورة تقدرين الأربعاء ما عندنا شيء يعني من تخلص امتحانات المؤجلين بدوها الأربعاء شنو رأيكم باقتراح طيبة بدون الأربعاء ولا دكتورة الأربعاء حتى محاضرات ماكو احنا نختم من يوم لا اكل جروباي هم كل جروب هاي يعني لازم الاربعاء العصر لا منا لا خلينا لان الاربعاء اكو محاضرات من 8:30 المفروض ل 2:30 اذا توقفوا الدكاتره يعني ماكو محاضره والاربعاء ايش قد بالشهر اربعاء هسه نشوفه ما يصادف تقريبا 15 شيء شيء هو يمكن اخر شيء 15 سواء هي محاضرات النظري فاني اتوقع اكو خلونا على وقتنا بالله خلونا على وقتنا 11:30 ليوم الاثنين الساعة 11:30 نبقى على الوقت ماشي يعني نسجل حضوركم اللي يسجل حضوره يقدر ان يغادرنا العفو دكتورة نعم دكتورة بخصوص الاسئلة مال المصدر مال الحسابات نعم دكتورة احنا الاسئلة كلها مطالبين بيها لو ممكن يعني تسوي لنا اختزال لان كل مصدر تقريبا ب 60 70 سؤال لا هو أنا هسه راح أسوي لكم إياه هوم ورك راح أنزل لكم إياه إن شاء الله كل مجموعة نفس المجموعة المجاميع مالتكم اللي قسمتكم دكتورة إيمان كل مجموعة يحل يعني أعطيهم كم سؤال يحلونه هذا هوم ورك على درجة فأنا طبعا راح أختار لكم يعني الأسئلة اللي هي داخلة يعني داخلة طبعا ضمن المادة اللي شرحتها زين دكتورة يعني الأسئلة فقط اللي راح تحدديها الطلاب يعتمدون عليها بالفايل طبعا إيه بس مو معناته انه ما اجيب فد شيء يعني مو نصا يعني لا دكتورة مو هذا قصدي الاسئله اللي موجوده هاي الاسئله الافكار هاي قصدي مال المصدر حصرا يعني فقط اللي راح تنزليهم اي هاي الاسئله اللي راح انزلكم اياها وانتم تحلوها وتتبادلوها بعدين بيناتكم
هيها يعني ما راح اجيب لكم شيء اني ما شارحته او ما حاكي عنه، يعني اكيد راح اصفي الاسئله واوزعها عليكم ان شاء الله. ماشي دكتورة، شكرا دكتورة. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام أحمد الله. بس عندي سؤال على الشابتر من ملي إكوفلنت ومن ملي أوزمون. نعم. بالملي إكوفلنت أي من الأيونين سواء إذا موجب أو سالب نفس القيمة من ملي إكوفلنت وهي نفسها للمحلول. أي. وباللي بال من طلع أزمولات نفس الشيء بالملي أزمول لو كوف تختلف يعني لا. كل أيون واحد. لا تختلف بالملي أزمول. بالملي أزمول تختلف عن يعني شرحتها همينة. يعني هو دكتورة بس أتأكد يعني مثلا عندنا جبتينا سؤال CaCl2 أي زين على كم ملي أزمول لل أي مو هالشيء هاي عندنا بالملي أوزمول ناخذ نظرة لاعتبار النمبر اوف بارتيكلز اللي هي موجودة يعني بالقانون. فعندك سي اي سي ال 2 قد نمبر اوف بارتيكلز عندنا بيها تعتبر كمحلول كله ثلاثة ثلاثة اي لانه يعني عندك كالسيوم وكلورايد اثنين هاي ثلاثة. اذا كله واذا تريدين بس مثلا سي اي هم ناخذ كلاس ولا ناخذ بس اللي تخص الايون هذا نفسه؟ اذا بس لا طبعا تاخذ بس مالت يعني هو شنو باوع حسب انا اذا منطيتك يعني المحلول يعني مثلا سي اي سي ال 2 منطيتك اياه الي بالسؤال وبعدين رايده من عندك بس مالت السي اي مثلا مو هيك قصدك؟ اي دكتور اي انت تحل السؤال يعني مثل ما هو طبق يعني نمبر اوف بارتكلز هلقد زين وبعدين وراها يعني اطلع لي مالت السي اي وحده يعني نمبر اوف بارتكلز يصير واحد بهالحاله غير مو اني معطيتك اياه هو يعني هو ضمن المحلول ليس تعتبره واحد هو ضمن السي اي سي ال 2 ايوه ضمن بس انا يعني باعتبار تطالبه بس هاي اذا في حنظر في كلاس غير باعتبار حنطلعها مال المحلول كلها اي طلعها انت مال المحلول كله يعني بهاي الحاله زين وبعدين وراها يعني تقسمها يعني تطلعها منين بس انا يعني لان انا معطيتك اياها كامله يعني كمحلول ما قلت لك مثلا تركيز الكالسيوم هالقد لا انا معطيتك اياها ضمن يعني تركيز الكالسيوم كلورايد كلها هالقد هيك قصدي يعني او تحلها بالطريقه الثانيه مالت الملي اوزمول حتى اذا واذا مطيت التركيز بس مال هالايون اي طبعا اذا ما طيب بس الى تعتبر نمبر اوف بارتيكلز واحد هاي الحاله ماشي شكرا دكتورة نعم يعني الطلاب اللي سجل حضوره يقدر يغادر وهسه يعني ما بقى اقل بعد دقيقتين اغلق الاستماره مالت الحضور يلا يعني ان شاء الله نشوفكم على خير وانتظروا الهوم ورك اللي ان شاء الله راح انزل لكم اياه ان شاء الله اليومين